السلام عليكم ورحمة الله. دعاء النور، هل سمعت به أخي الحبيب؟ هذا الدعاء المهم علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام لينير قلوبنا أولا، لينير عقولنا، لينير أسماعنا وأبصارنا في ظلمات هذا العصر، عصر مليء بالاكتئاب، مليء بالهموم، مليء بالمخاوف، مليء بالظلم. نريد نورا نهتدي به إذا سرنا في هذه الدنيا، نريد نورا نحل به مشاكلنا، نريد نورا من حولنا يغير هذا الحزن والاكتئاب وهذه الحياة التعيسة حقا. استمع معي أخي الحبيب لهذا الدعاء، أرجو أن تحفظه، وأنت ستحفظه إن شاء الله في دقائق قليلة. من أهم الأدعية التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام، وبخاصة في ظلمات الليل: اللهم اجعل في قلبي نورا. هذا أول شيء وأهم شيء، أن يكون قلبك مليئا بالنور، لأن القلب أيها الأحبة كما ثبت علميا هو الذي يوجه الدماغ، هو الذي يعقل، هو الذي يفكر. الإيمان والكفر في القلب، الخوف في القلب أيضا. فالدماغ ما هو إلا آلة القلب يتحكم بها. وبالتالي أنت عندما تدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلبك نورا، إذن سوف تتغير حياتك بالكامل. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا. معظم مشاكلنا اليوم سببها اللسان، سببها ما تتكلم به. الكلمة أحيانا قد تسبب لك مشاكل كثيرة في بيتك، في عملك، في البيئة المحيطة بك، اللسان. فإذا كان لسانك ينطق نورا، لا ينطق إلا بالحق، ستجد أن حياتك أصبحت مليئة بالنور. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا. طيب، نحن نريد أيضا السمع والبصر. وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. إذن القلب، اللسان، السمع، البصر. وسوف نتدبر بعد قليل الحكمة من هذا الدعاء ومن هذا الترتيب. طيب، هذا النور أصبح الآن في داخلي، في سمعي وفي بصري وفي لساني وقلبي. طيب، أنا من حولي أريد نورا، إذا تحركت يمينا أو يسارا أريد نورا يحفظني من الشرور. اللهم اجعل عن يميني نورا وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. هذا هو الدعاء الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام في الليل. أنا يعني أسميه دعاء النور في ظلمات الليل. ودعاء النور في ظلمات العصر الآن، عصر مليء بالشكوك، بالإلحاد. يعني أنت عندما تدخل إلى مواقع الإنترنت اليوم على كثرتها، معظمها إما لهو أو عبث أو أغاني أو مقاطع ساخرة أو مقاطع إلحادية أو تشكيك بالدين أو إباحية أو فلذلك وسط هذا الركام من الظلمات أنت تحتاج إلى نور أخي الحبيب. لذلك هذا الدعاء ينبغي أن تدعو به مرة على الأقل كل يوم. النور الذي تسأل الله عنه أنت تستمده من نور الله. والنور هنا لا يعني أخي الحبيب الضوء، النور هنا يعني الحق والإيمان
والسكينة، لأن النور في القرآن مثلا الله تعالى يقول وأنزلنا إليكم نورا مبينا، يعني القرآن سمي بالنور لأنك إذا اتبعت تعاليم القرآن تقضي على ظلمات الإلحاد والظلم والاكتئاب والتعاسة، فحياتك تنور بالحق وبالصدق والعدل والتخلص من الظلم والتخلص من الشر، وتنعم بسكينة تامة إن شاء الله. هناك سورة في القرآن اسمها سورة النور، ولماذا سميت سورة النور؟ لأن فيها صفة لله عز وجل عظيمة ذكرت في هذه السورة، الله نور السماوات والأرض. فعندما تدعو الله أن يجعل في قلبك نورا، في لسانك نورا، في سمعك نورا، في بصرك نورا، عن يمينك نورا، عن شمالك نورا، من فوقك نورا، من تحتك نورا، من أمامك نورا، من خلفك نورا، فأنت هنا أخي الحبيب تسأل الله أن يمدك بنور الإيمان، نور الحق، نور القوة لأنه القوي، نور العزة لأنه عزيز، تستمد النور، نور العزة من العزيز، نور يكفيك الله به سؤال البشر، سؤال بني آدم، نورا تزداد به رزقا. فاليوم ما هو سبب تعاسة الكثير من الناس الذين يلهثون ليلا نهارا وراء لقمة العيش ووراء الأسباب الدنيوية، ولكن في آخر النهار يقول لك أنا غير سعيد، لا أشعر بالسعادة، لا أشعر بالطمأنينة، لا أشعر بالأمان، لا أشعر بالهدوء النفسي، تجد لديه قلق من المستقبل، خوف، مخاوف. سببها أنك عندما غفلت عن نور الله استحوذ عليك الشيطان. ما أنت أمام طريقين أخي الحبيب، إما أن تختار طريق الله عز وجل ونور الله سبحانه وتعالى وتنعم وتتمتع بهذه السكينة التي ينزلها الله عليك ببركة اتباعك لنور القرآن وتعاليم القرآن، وإما أن ينطبق عليك قول الله تبارك وتعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فإذا هناك معادلة، انتبه معي، ذكر الله هو سلاحك في مواجهة الشيطان، طالما أنك تذكر الله وتدعو الله وتسأل الله أن يعطيك النور ويعطيك الصبر، يعطيك السكينة، طالما أنك تذكر الله وتدعو الله الشيطان بعيد عنك لا يقترب. بمجرد أن نسيت ذكر الله وانغمست بالدنيا يتكالب عليك الشيطان، بل تتكالب عليك الشياطين، شياطين الإنس والجن. فالشيطان إذا استحوذ على إنسان أخي الحبيب ماذا يفعل؟ الله سبحانه وتعالى يقول أول شيء إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أولياءه من يثقون به ويتبعونه. طبعا لا أحد اليوم يقول لك أنا أتبع الشيطان ولا أحد يقول لك أنا أتولى الشيطان، يعني الشيطان هو قدوة لي، لا، ولكن هو يتبع خطوات الشيطان من دون أن يدري، يتبع الربا وهذه خطوة من خطوات الشيطان، يتبع الأفلام الإباحية وهذه خطوة من خطوات الشيطان، يتبع الغش في تجارته أو الكذب على الناس، يتبع النميمة، يتبع التجسس على الناس.
كل هذه أساليب تجعل الشيطان وليا لك. لماذا؟ لأنه يدعوك لمشاهدة ما حرم الله فتستجيب. إذن هو ولي لك، هو قدوة لك، بينما الله عز وجل يقول لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والشيطان يقول لك انظر إلى هذه. فعندما تعصي أمر الله وتتبع خطوات الشيطان، إذن أنت استجبت لأمر الشيطان، أمرك فاستجبت، ويوم القيامة يتبرأ من أتباعه الشيطان، يقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان. فعلا الشيطان لا يملك قوة على بني آدم، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فأنت ما دمت تستجيب لشخص فأنت تعتبره قدوة، تطيعه يعني، وبالتالي ينطبق عليك قول الله سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف من، لم يقل يخوف المؤمنين، لا أبدا، قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. مؤمنين بماذا؟ مؤمنين بالله، مؤمنين بالقرآن، مؤمنين بتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا أن نتبع القرآن. وبالتالي هنا أخي الحبيب هذا الدعاء يفعل مفعول السحر في حياة الإنسان، تشعر بهدوء، بسكينة، بطمأنينة. ولماذا بدأ النبي بالقلب؟ لأن القلب أصلا هو أساس العمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إن في الجسد مضغة، هو فعلا مضغة هكذا، إذا صلحت أو صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله، ألا وهي القلب. فالقلب إما أن يقودك إلى الضلال أو إلى الهدى، إلى الكفر أو إلى الإيمان، إلى الشر أو إلى الخير. فهذا القلب بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام ودعا ربه أن يجعل في قلبه نورا. ثم اللسان وهو ما يعبر عن القلب، يعني ما يدور في القلب يعبر عنه اللسان. فأنت إذا وضع الله في لسانك نورا ستجد نفسك دائما الذكر لله، ستجد أنك إذا دخلت في أي حوار أو حديث خارج ذكر الله تمل وتهرب، أو تغير الحديث إلى حديث يتعلق بالقرآن، بالسنة، بتفسير آية، بمعجزة قرآنية، بموعظة نبوية، وهكذا. فلسانك يصبح فيه نورا عندما تنطق. وعندما تسأل الله أن يجعل في سمعك وبصرك نورا سوف تكره رؤية الباطل، سوف تكره رؤية الأشياء التي حرمها الله، سوف تنفر من سماع ما حرم الله، يعني تكره التجسس، تكره أن تسمع لملحد. للأسف اليوم الملحدون تجد عدد هائل من المشاهدات لديهم، وعدد كبير من هذه المشاهدات يأتي من أناس مسلمين أصلا، هو فقط دخل بدافع الفضول، وليس باحث، ولم يدخل بهدف المناظرة، ولم يدخل بهدف أن يوضح حقيقة الإسلام الرائعة، لا، هو دخل بدافع الفضول ليأخذ معلومة جديدة. فكثرة الاستماع للملحدين تجعل القلب مظلما.
فإذا ما دعوت الله أن يجعل في سمعك نورا، صدقني لن تتحمل أن تستمع لملحد يشكك في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأخيرا، إذا جعل الله من حولك نورا على اليمين والشمال ومن أمامك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك، فأصبحت حياتك كلها نورا، كما قال تعالى: نور على نور. فهذا الدعاء أخي الحبيب أرجو أن نحفظه، أرجو أن ندعو به مرة على الأقل في آخر الليل كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. اللهم اجعل عن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن ورائي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا. وتختم: اللهم أعطني نورا. نسأل الله عز وجل أن ينور حياتنا بنور الإيمان، ونور الحق، ونور الهدى، ونور القرآن، ونور سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.